انا الشتقن يا اخوي. السلام عليكم، حياكم الله جميعا. اليوم فكرة المقطع الطور الجديد. الطور الجديد بومب عادي يكون ابيض، كل ما تذبح يتطور سلاحك اخضر ازرق بنفسجي. عادة تنزل لايك والسبسكرايب والشير والكومنت. الله يسعدكم جميعا، شكرا على الدعم وبيس. ودي بقى باخذ سبات فيه. والله انا ظن يا ابوي وان اما ذبحته. والله يا ان ما سلم مني سبات. اح يلعنهم افضل مودي تكفى. يا ويلي يا ويلي مودي واقفة تكفى واقف وراك. والله يمديك خطط والله مو طبيعي. يلعنهم افضل تغير طور اثنين شرق النزلك نايس. وفر بكيفك. مني في واحدة مني. يب تكفى قليل. هات نعم رميت 16 واحد. حلو حلو يا عمري. شلت اللام اما لين تفكد تكفى. لك سنايبر عند الشتاوة حبيب. والله ترى حارق والله. يلا احاول خنطب 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 يا بوي. يلا حماد حماد كويس. يا ابي يا بكلمه انت هاي. يا ابي انا هاي بليز هاي. طاش فيه مول طيب مدير. انا بحسن كويس. ما تروح ازاحف والله بالدم. بكسته بوكسي يا عمري. وات ما شاف. وات موتي.
انا لازم فوق السراب يا عمري. بس خلني العب بلاي سلاح. ها خلني العب عندي عطيه يا خاطر يعطوني 200 تكره. لا فوكس بس بس بالحمام مو ذي. واحد فك 100 وات اي مع ذاك. خلاص سجلت سجلت بقى الاخير 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 بيطلع باخذ الثاني. بدخل عليه كيف الغرفة؟ لا 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 خليه يطلع. كي قصدك عز؟ ايوه هذا الشتقن يا اخوي.